حضرتك ايه على بعض اللي يراهن ان الشباب ممكن تنزل 30 يونيو ويحصل يعني سيل من الدماء وكله بيراهن وبيستقطب الشباب؟ الحقيقه انا واثق في شباب مصر جدا. شباب عمل ثوره مجيده، ثوره ملهمه، عشان يرسخ لمعنى الديمقراطيه، ان الديمقراطيه دي معناها ليها اليات. هذه الاليات تقوم على الشعب مصدر السلطات، الشعب صاحب الاراده الشعبيه على ارضه، سياده كامله كمان. فاعلاء خيار الشعب ده مطلوب جدا، احترام اليات العمليه الديمقراطيه. فالثوره جايه ديمقراطيه، منظومه متكامله فيها حق ابداء الراي، حق الاعتراض، حق التظاهر، حق الاحتجاج، حق العصيان. لكن ما لا تمنحه الديمقراطيه حق العنف او فرض الاراده السياسيه بالعنف. فالشباب اللي نازل وكله بيعلن كده دلوقتي، كان فيه نداءات وتداعي عنيف مزعج ومخيف جدا. هذا التداعي ان شاء الله العنف يكون الى تضاؤل واختفاء، لان الشعب المصري لن ينسى ولن يتسامح مع من يساوم او يستخدم العنف لفرض اراده فوق ارادته. انا خطابي لكل الشباب، حق التعبير مكفول للجميع، حق التظاهر، واحنا كوزاره نقف مع اي واحد يحرم او يكبت رايه في التعبير، نقف انصار لكل واحد عايز يعبر عن رايه، يتظاهر او يحتج او يعتصم. لكن غير مسموح من الشعب كله العنف وفرض اراده سياسيه بالعنف او عدم احترام الديمقراطيه بالياتها، ومنها تداول السلم للسلطه. السلم وتداول السلم للسلطه ده مهم جدا. شبابنا اللي خرج في ثوره مصر وتونس عارف ان اقوى سلاح نافذ دائما هو اللا عنف النشط او اللا عنف الفاعل. يعني سياسه اللا عنف الفاعل هي اقوى سياسه تكسب ليك انصار. احنا عايزين نظام ديمقراطي قوي جدا، عايزين معارضه قويه، عايزين اغلبيه قويه. اي طرف بيستعمل العنف بيتآكل شعبيته وبيقود نظامنا ويخلي النظام ضعيف جدا. انا متفائل جدا ان شاء الله الوعي الشعب العام، الادراك الشباب العام، ضمير مصر اللي هو الشباب ابدا لن يسمح للشباب انفسهم اللي هم وقود المعركه ان هم يتورطوا في عنف ابدا ان شاء الله.